وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد النائب عن قائمة الوركاء الديمقراطية النائب جوزيف صليوة. أهلا ومرحبا بك سيادة النائب. بداية، اتهمتم أحد الأحزاب الكبرى بالاستحواذ على مقاعدكم، من قصدتم بهذا الاتهام وكيف حدث ذلك؟ تحية طيبة لكم سيدي الكريم ولجميع مشاهدي قناتكم العقار. حياك الله. في الحقيقة يعني خصصت المقاعد الغاية من أجل الحفاظ على حقوق هذه الأقليات والذين سموا بالأقليات للأسف الشديد بسبب صراعات الأحزاب الكبرى. ولكن اليوم نرى باسم الديمقراطية يتم الاستحواذ عليها بشكل أو بآخر، سواء كانت من الأطراف الشيعية أو من الأطراف الكردية. فعلى سبيل المثال يعني كتب على تويتر السيد هيمن هورامي بأنه حزب الديمقراطي الكردستاني استطاع أن ينتزع مقعدين عن الكوت المسيحية في كركوك وفي أربيل. كيف استطاع انتزاع هذين المقعدين؟ ذلك بالتوجيه بالتصويت لأشخاص معينين مرشحين عن قائمتين، قائمة ائتلاف الكلدان وقائمة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري. فحيث استحوذوا على مقعد الكركوك من خلال المرشحة السيدة والأخت المحترمة ريحانة شكر، حيث وجهوا بالتصويت لها يعني بأصوات كثيرة جدا، وهي خارج بيت القومي أو بيتنا المسيحي. وفي أربيل أيضا وجهوا بالتصويت للسيد هشيار يلدع، أعتقد أيضا هو الآخر مرشح عن أثلاف قائمة الكلدان. فنحن ليست لدينا مشكلة أو نشكر الأحزاب الكبرى حينما تدعمنا بأصوات، حينما تكون تؤمن بالديمقراطية الحقيقية وتكون مساندة لقضايانا. أما أن تعطى أصوات من خارج بيتنا القومي لشخصيات معينة ومن ثم يستخدمون يعني يستخدمون لأجندات معينة وتفرض عليهم سياسات معينة، هذا ما هو مخالف للأخلاق ومخالف للمفاهيم الديمقراطية ومفاهيم السياسة العصرية. هذا ما حدث. أضف على ذلك أيضا هنالك أطراف شيعية وجهت بالتصويت لقوائم أخرى. طيب أستاذ جوزيف، مجلس النواب العراقي عقد جلسة بحضور مفوضية الانتخابات، بحثت خلال هذه الجلسة عمليات التزوير التي شابت الانتخابات، هل من نتائج عملية حول هذا الموضوع الذي أشرتم إليه؟ للأسف الشديد الجلسة التي عقدت البارحة كانت لم تحضر المفوضية، وأيضا لم تكن جلسة رسمية وإنما كانت جلسة تداولية. فأنا تحدثت عن هذا الأمر في داخل مجلس النواب العراقي، وكذلك بقية الكتل والإخوان أيضا علقوا على هذا الموضوع، وكان هنالك آراء بهذا الاتجاه. ولكن يعني تم الاتفاق على تقديم الطعون بهذه المسائل، وبدون أدنى شك سوف نقدم طعن بهذا. سؤالي هنا، أنت أشرت إلى أن مفوضية الانتخابات لم تحضر جلسة يوم أمس، أليس في الدستور العراقي الذي تأتمر بأمر هذه المفوضية ومجلس النواب والحكومة العراقية، مجلس النواب الحالي لا ينقطع العمل به حتى يشكل مجلس نواب آخر وهو المسؤول عن أي عملية تزوير تشوب الانتخابات، ويستطيع أن يلغي هذه العملية وإعادة عملية أخرى، نعم أم لا؟ لا، بدون أدنى شك هذا نعم، إذا كان يعني هذا إذا كان يطبق الدستور. إذا بماذا تفسر عدم حضور المفوضية إلى المجلس؟ لا، لأنه اصلا ما كمل النصاب، يعني ما كمل النصاب داخل الوضع العراقي، فلا يمكن عقد جلسه رسميه بهذا الشان، فتحولت الى جلسه تداوليه. أستاذ جوزيف، السؤال الأهم هنا، تزوير بالجملة إضافة إلى نسبة مقاطعة وصلت إلى 80% من قبل الشعب العراقي، هل بقي ثم الشرعية لهذا النظام كما يقول أقطابه؟
يعني لكي نكون منصفين، بعض المحافظات لم تجري فيها التزوير الفاحش، ولكن بعض المحافظات الأخرى نعم تم التزوير الفاحش أو الكبير. ربما بعض الكتل المتهيمنة والمسيطرة لم يتمكنوا تزوير أصواتهم، ولكن تم تزوير أصوات الكتل الصغيرة والأقليات والكوتات. فلا يمكن القول أنه العملية برمتها هي فقد شرعيتها، ولكن نعم هنالك جزء من شرعيتها فقدتها بالخلال هكذا ممارسات بحق بعض المحافظات وبعض الكتل أو القوائم التي تمكنوا أن يجروا هذا التزوير. النائب عن قائمة وركاء الديمقراطية النائب جوزيف صلاوي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.